استعداد الامتحانات أداء أكله. عندنا سير طبيعي الآن، احنا عملنا زيارات متتالية إلى عديد المعاهد في الجهة، فما استبشار كذلك بالنسبة للتلاميذ، ظروف مريحة للإنجاز. ما عندناش للأمانة ما عندناش ديريكلاماسيون أو ما من شأنها أن يعكر صفو الامتحان. لمذتنا تبارك الله عليهم فما التزام تام بما تم تلقينهم ليه أو تنبيههم ليه في خلال السنة الدراسية وخلال الاجتماع. الغش ما عندناش، العنف أو ما شابه ذلك من إشكاليات ماهوش موجود، وبالتأكيد نتمنى ما في بقية الدورة أن ما يكونش هذا، ولكن احنا فما قانون يفصل في صورة ما إذا. نعرفوا الامتحانات هي استحقاق وطني، فما تعاون كبير مع الوحدات الأمنية، مع الجيش الوطني، مع بقية الإدارات، مع السلطة الجهوية والسلطة المحلية، اللي فما الآن أصبحت ولا فما تقاليد نعتز بها. الامتحانات الوطنية هي شأن وطني بامتياز، ونجاحنا فيها هو نجاح الجميع. بالنسبة للحالات الخاصة ما فماش، مو الحالات الخاصة اللي هي من نوع مو من قبيل السجن المدني أو السبيطار الحمد لله ما عندناش، ولكن خاصة بالنسبة للمستشفى مستعدين، الهيكل الصحية معنا كيف كيف اللي هي قاعدة تقوم تدور على مستوى المراكز. ربما تصير بعض التوعكات المفاجئة للتلاميذ، عندنا البلان ديما حاضر في دقائق ينجم يكون ينقلب الأمر إلى إجراء الامتحان. والله بهين الكونديسيون واضحين حقيقة، هدوء تام، ما فماش حس معناه، ما فماش توتر، ما تحسش بضغط. أما ساعات فما أسئلة ولا كفاه معقدين يعقدوا معناه يخلوك تحت ضغط. أي الحقيقة قلت روحي حاضر خاطر الكونديسيون تاع الباك بلونجو بريس كيف الكونديسيون تاع الدوفار هيك معناه. في التعديه في البروفيت اللي عسوا في الكونديسيون مع اصحابي معناها كل شيء بريس كيف معناها. انا سنيباك مضبيه كان نعرف معادلاتي باش نعرف مستواي انا وين وشنو هو الحاجات اللي ناقصه فيهم لازم نطلعهم، وحاجات هذه تلامذ كل حاجتهم بها مش كان باك بركه، واثرت يظهر لي على خاصه الجماعه اللي حاجتهم بالتوجيه سني كيما البريمير حاجتهم معداتهم باش يعرفوا روحهم في أنا نيفو. الظروف لاباس في الليسي وكذا، فما شوية تجاوب من الأسادة ومن إطار التربوي كل، فما شوية ضغوطات النهار الأول اللي كان التلميذ وكذا، النهار الثاني صباح اليوم لاباس. الامتحان كان متناول اليوم، أمس عدينا فلسفة واليوم تفكير إسلامي، لاباس الحمد لله. لا كيما عودونا الليسي هذا ديما بامتياز، كل شيء موفرين هون، تزكية راحة وكل شيء كومفور بالنسبة للسير، اختبارات في المتناول، ما فما حتى مشكل، ما فماش صعوبات، إن شاء الله ربي نزحنا وادمين الناس الكل. كظروف تعدت محلاة على الأخر، الإدارة قائمة بالواجب، إحنا كتلامذة زادة بينات بعضنا، الأمبيونس محلاة على الأخر، نشجعوا بعضنا، ما نشك اللي معناتها خايفين برشا، نحاولوا نقصوا الستريس البليتو بوسيبل كيفاش نقوله يعني، احنا نعرفوا اللي هو ضغط كبير والكل، اما احنا قاعدين نخدموا اللي نخلوا المورال ديما طالع، حتى كان معناتها نتيجة مش تكون خايبه ولا حكايه، احنا عملنا اللي علينا والباقي على ربي.